عباس برباعية نظيفة ديلان بيمبولا منح الشباب الهدف الأول عند الدقيقة 24 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف سيد علي العمري الهدف الثاني بتسديدة جميلة. الشباب واصل هيمنته على المباراة والدور هذه المرة جاء على إسماعيل بالقاسمي بهدف ثالث في الدقيقة 58 ليختتم عادل جعطوط مهرجان الأهداف عند الدقيقة 62 وبهذا ينفرد الشباب بالمركز الثالث بإحدى 30 نقطة فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في المركز 14 وفي